السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو موضوع النكروزس. طبعا انتوا لو رجعنا بالذاكرة شوية لأول فيديو خالص، وقلنا إن كان في عندنا حاجة اسمها سيل انجري لو تفتكروا، وإن قلنا إن السيل انجري ده ممكن يبقى ريفرسيبل أو ريفرسيبل. يعني إيه ريفرسيبل؟ قلنا ريفيرسيبل يعني بيحصل جاست تغيرات او فقط تغيرات في الميتابوليزم والمورفولوجي اوف سيلز، ماشي. وكنا حتى بنسمي الموضوع ده ديجنريشن لو تفتكروا. الريفيرسيبل يعني الخلايا بتموت، ديث اوف سيلز، وده سميناه على حسب بقى خليه واحده هتموت، ابوبتوزس، فاكرين؟ طيب كذا خليه هيبقى اسمها نيكروز، او مجموعه من الخلايا وان بروجرامد، يبقى ده اسمه نيكروزس. فاحنا النهارده هنتكلم على النيكروزس دي. يبقى يا جماعه بصوا معايا كده، النيكروزس دي الريفرسيبل سيل انجري ولا ريفرسيبل سيل انجري؟ يبقى الريفرسيبل، ده الريفرسيبل سيل انجري، تمام. ايه اسبابه؟ طب افتكروا معايا كده، ايه اسباب السيل انجري؟ لو نفتكر كده زمان قوي في اول فيديو، يعني اللي فيكم بقى بيذاكر يا جماعه الله يخليكم، يعني ايه تنشطوا شويه كده وانجزوا معايا شويه. انا لو عايزين انزل كل الفيديوهات مره واحده بس ما ينفع، مش هتذاكروا، انا عايزك كنا ماشيين كده بالترتيب نذاكر مع بعض كل جزء كده، ننزله ايه انزله لكم وايه ونذاكره مع بعض هنا كده، ماشي. ف وبرده ما تعديش فيديو قبل التاني، ما تجيش مثلا تقول لي مثلا هشوف ايه الفيديو رقم ثلاثة او الفيديو قبل رقم واحد، لا بالترتيب الاول والتاني والتالت عشان تبقى فاهم التسلسل بتاع الايه بتاع الاحداث عامل ازاي. طيب دلوقتي هنتكلم على السيل انجري. ايه هي الكوزس اوف سيل انجري؟ لو تفتكروا قلنا ممكن مايكرو اورجانيزم، ماشي، بكتيريا، فيروس، فانجس، باراسايت، ماشي. طيب ايه تاني؟ قلنا ممكن كيميكال توكسينز، مش كده برضه؟ قلنا ممكن نقص البلاد سبلاي، اسكيميا، نقص الاكسجين، هايبوكسيا، تمام. ممكن الرجيك، فاكرين الكلام ده كله؟ مش قلنا لك الحاجات دي؟ طب يعني دي كان ضمن الايه المال نيوتريشن، دي كلها اسباب الايه السيل انجري. وقلت لكم يا جماعه الاسباب دي لو ليثل قاتله هتعمل ريفرسيبل سيل انجري، لو نون ليثل غير قاتله هتعمل ريفرسيبل ايه سيل انجري اللي هو اسمه ايه ديجنريشن، تمام. طيب ما معنى كلمه نيكروزس بقى وايه اسبابها؟ اولا معنى كلمه نيكروزس معناها death of cells in living body، يعني في الجسم الحي ده، ماشي، في بعض الخلايا بتموت، دي اسمها نيكروزس. اسمها اخوانا ها نيكروزس. طب انا عايز اسالكم سؤال، هي بروجرامد ولا ان بروجرامد؟ هل مخطط ليها؟ لا، ان بروجرامد. طب ايه اسباب النكروز؟ هي اسباب السيل انجري، هم دول بس ليثل قاتله. يعني ما ينفعش اقول هنا نقص بلاد سبلاي، هقول ايه قطع البلاد سبلاي، ماشي. كان في الديجنريشن بقول نقص بلاد سبلاي، نقص اكسجين، هنا ما فيش اكسجين، ما فيش بلاد سبلاي واصل للايه للانسجه، فبتموت الايه الانسجه. طب تعالى كده مع بعض نشوف التعريف الاول واحده واحده كده، نقرا مع بعض ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. بص معايا، لما نيجي نتكلم على النكروزس معناها يا اخوانا ديفينيشن مينز ديث اوف جروب اوف سيلز، خلي بالكم مش سنجل سيلز، عباره عن ايه؟ جروب منين؟ من السيلز وذين ا ليفينج بودي، ادي حاجه، تمام. طب لازم يكون جسم حي عشان يحصل في رياكشن، ماشي، تمام. طب كوزز اوف نكروزس زي مين؟ ها از ديجنريشن بات سترونجر، او بمعنى اخر ليثل قاتله، تمام. و اند برولونجد ستيمولس يعني ممكن اقوى وايه وبتقعد فتره ايه اطول، زي ايه؟ ها كاتنج، شوف هنا بقى ايه، هي مش ناقص بلاد سبلاي، قطع البلاد سبلاي، كاتنج اوف لوكال ارتيريال بلاد سبلاي، ماشي. وبيعمل حاجه اسمها انفاركشن. طبعا المصطلح ده ان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل، ايه انفاركشن ده، في درس كده او مجموعه دروس اسمها الهيمودايناميك، ماشي، ديس اوردر، ماشي، ما نسيبش الاحداث بس نقول دلوقتي ايه كات اوف ارتيريال بلاد سبلاي، قطع بلاد سبلاي as in thrombosis and embolism. ايه الكلام ده؟ يعني لو اخواننا في ارتر عندنا بالمنظر ده كده بيغذي اورجان معين، ماشي، ايا كان الاورجان ده، ودي ارتر تاني اهو بيغذي اورجان زيه، ايه اللي بيحصل؟ ممكن الارتر ده يتكون جواه جلطه، ماشي، الجلطه اتكونت جواه دي اسمها ثرومبس، ماشي، او عمليه تكوين الجلطه اسمها ثرومبوزس.
الجلطه نفسها اسمها ثرومبوس، تكوين الجلطه اسمه ثرومبوزس. يبقى ايه؟ الجلطه اتكونت جوه الارتري، او بلاش، جلطه اتكونت في مكان بعيد وجريت على الايه، على الارتري ده، ماشي، جريت لحد ما ايه، ما سدته، ما اتكونتش فيه، هي جات له من مكان ايه، بعيد، ماشي، من مكان تاني خالص في الجسم اتكونت فيه جلطات وبدات تتخلع عن مكانها وتجري في قلب السيركوليشن وتتحشر فين، وتقفل الايه، الارتري ده. دي اسمها امبوليزم، عمليه اسمها امبوليزم. طب واللي بيجري دي، الكتله الجلطه اللي بتجري في السيركوليشن دي، اسمها امبولس. يبقى الثرومبوزس عمليه تكوين الثرومبس، الامبوليزم عمليه جريان او سريان ايه في الدم، حاجه اسمها الامبولس. الامبولس دي ممكن بقى تكون جلطه، ماشي، ممكن تكون مثلا ايه، حته دهنه مثلا بتجري في السيركوليشن، فورين بودي بيجري في قلب الايه، السيركوليشن. المهم يعني اسمها الايه، امبولس. وعمليه دوران الامبولس دي جريان في السيركوليشن بسمها ايه، امبوليزم. ده اول الايه، الاسباب، كاتنج اوف لوكال ارتيريال بلاد ايه، سبلاي. ايا كان السبب بقى، نتيجه يا اما ثرومبس جلطه اتكونت، او نتيجه امبوليزم، ماشي. طبعا المصطلحات دي اصبر عليها شويه، هنتكلم عنها بالتفصيل. يعني هنا بيقول لك اسكيميك نيكروزس، يعني نيكروز نتيجه نقص الايه، البلاد سبلاي او قطع البلاد سبلاي. طيب حاجه ثانيه، بكتيريال توكسين، زي في بعض الامراض كان مرض اسمه الدفتيريا، اسمه الايه، الدفتيريا بتطلع حاجه اسمها اكزوتوكسينز، ماشي، ده مرض بكتيري عنيف جدا، ماشي، اسمه الايه، الدفتيريا. حاجه ثانيه، كيميكال ايجنتس، عوامل كيميائيه، زي ايه مثلا، في بعض المواد الكيميائيه زي السيانايد، دي نوع من السموم، بعض السموم زي بتاع الحيوانات الانيمالز، زي سم التعبان وسم العقرب، السنيك والايه، والسكوربيون، دي اسمها برضو كيميكال ايه، كيميكال ايجنتس، ممكن تؤدي الى نيكروزس. طب حاجه ثانيه، فيزيكال، فيزيكال زي ايه، هيت، كولد، واحد ايده حطيتها على البوتاجاز هتتحرق، حطيتها في حته تلج، او فضلت ماسك حته تلج في ايدك كده لفتره طويله، اكسس كولد، هتتجمد، هتموت، ماشي. طيب وميكانيكال تروما، دي برضو ايه، الخبط، يعني خبطه عنيفه جدا برضو ممكن تمزق الايه، الانسجه نفسها، دي بيسموها فيزيكال ايه، فيزيكال ايجنتس. هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، اللي هي الحساسيه، يعني الرجيك رياكشن، يعني زي في حالات مين، زي في حاجه اسمها كازيشن نيكروزس، ماشي، في مرض السل، ده برضو هنتكلم عنها بالتفصيل باذن الله في موضوع كده كبير قوي اسمه الجرانيلوما. يعني في هقول لكم ايه الفكره بتاعتها، ان في بكتيريا اسمها التيوبركلوزس او اسمها التيوبركل باسيلاي، ماشي، دي نوع من البكتيريا كده باسيلاي، يعني عصويات الايه، السل اسمها كده، تمام. العصويات دي بتعمل ايه؟ قال لك ليها، فيها بروتين معين، البكتيريا دي ليها بروتين معين في جسم البكتيريا نفسها، البروتين ده لما بيدخل جوه الجسم بيحصل تفاعلات حساسيه بتحصل، او حاجه اسمها هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. التفاعلات دي بتؤدي الى نيكروزس، بتؤدي ليها نيكروز عنيفه جدا، فبتحصل نيكروزس فين، في الانسجه، بسبب وجود البروتين الغريب او الحساسيه للبروتين الغريب اللي موجود منين، من البكتيريا دي. طب دي بالنسبه للايه، للكوزس اوف ايه، اوف نيكروزس، قطع البلاد سبلاي نتيجه ثرومبس، جلطه، او امبولس، ماشي، عمليه كده اسمها امبوليزم. حاجه تانية ممكن سموم، بكتيريال توكسين، زي نوع من البكتيريا او الامراض اسمها الدفتيريا. مواد كيميائيه زي السيانايد وسموم سم التعبان والعقارب، ماشي. فيزيكال ايجنتس زي حراره شديده جدا، نار، يعني واحد ولع اتحرق، ماشي، او اتجمد، ايده اتجمدت ولا اي مصيبه حصلت لها. وميكانيكال تروما، خبطه عنيفه جدا. هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، زي في حالات الايه، قلنا في مرض السل، حاجه اسمها الكازيشن ايه، نيكروزس. طيب وليه كازيشن؟ قال لك عشان النسيج المائي يبقى شبه الجبنه، اسمها كده، زي كازين بتاع الجبنه، زي كازين بتاع مين، الجبنه، اللي هو الشرش بتاع الايه، بتاع الجبنه ده. طيب المهم، طب ايه الميكانيزم اوف سيل انجري؟ يعني بيقول لك هي الخليه بتموت ليه؟ يعني ماشي، تعرضت لفيزيكال ايجنتس، هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، كيميكال ايجنتس، تمام كده، خلاص ماشي، اتعرضت، دي الاسباب بتاعت مين، بتاعت النيكروز يا جماعه، ماشي. طب النيكروز دي يا اخوانا ريفرسابل ولا الريفرسابل؟ الريفرسابل سيل انجري يا جماعه، النيكروز دي الريفرسابل سيل انجري. طب ايه الفكره؟ يعني ايه اللي حصل في الخليه؟ هي الخليه عباره عن ايه؟ شويه بروتينات، تمام كده. طب ايه اللي هيحصل فيها؟ اللي هيحصل فيها اللي هو ايه، انزيماتيك دايجيشن اوف سيل باي اوتوليسيس. ايه اوتوليسيس او اوتولايسيس دي؟ معناها ايه؟ يحصل تحلل ذاتي للايه، للخليه بانزيمات. يعني بصوا، الخليه عامله كده، فيها نواه، وفي حاجه اسمها لايسوزومز. اللايسوزومز دول اللي جوه الخليه فيهم انزيمات محلله، لما الخليه بتموت بتنفجر هذه اللايسوزومز، بيطلع منها الانزيمات دي،
تحلل الايه الخليه. طبعا في بروتينات موجوده هنا، اللي يحصل في البروتينات هتفسد هذه الايه البروتينات وتبوظ، اسمها denaturation of ايه of protein. يبقى الفكره هنا ان في انزيمات محلله طلعت دوبت الايه او بوظت الايه البروتينات اللي موجوده فين داخل هذه الخليه. يبقى الخليه هضمت نفسها enzymatic digestion by of cell by ايه by autolysis. حاجه تانية denaturation of the protein. طيب في حاجه برضو عايزين نعرفها دلوقتي، خلاص حصل نيكروزس، ايه اللي بيحصل في النيكروزس؟ تمام، يعني ايه التغيرات المورفولوجيك تشينجز اللي بتحصل فين في النيكروزس دي؟ تعالى اول نتعرف على الخليه فيها ايه. الخليه فيها الاول النواه بتاعتها النيوكليوس، ماشي. خلي بالكم في النيكروزس النواه بتتدمر، تمام كده. في الديجنريشن او الريفرسبل سيل انجري النيوكليوس از نوت افكتد، سليمه، تمام. انما في النيكروز اكيد النواه هتتكسر. وفي كده عندنا في الخليه حاجه اسمها اندوبلازميك ريتيكولوم، موجوده كده عباره عن مجموعه من الممبرينز كده موجوده في الخليه، دي مهمه عشان تصنيع البروتينات. وفي حاجه اسمها رايبوسومز موجوده فين على الريتيكولوم دي. وفي جوه الخليه حاجه اسمها الميتوكوندريا اللي هي دي اللي هي بتنتج الاي تي بي. وفي كده حويصلات كده موجوده صغيره كده اسمها اللايسوزومز، ماشي. دي مجموعه متفجرات داخل الايه الخليه، ماشي. دي لو انفجرت هتبهدل الايه الخليه دي كلها. ومن بره كده في عندنا اللي هو الايه السيل ممبرين اللي موجود بره ده، كل ده ده اسمه السيل ايه السيل ممبرين. فايه اللي بيحصل؟ الخلايا تتعرض لانجوريوس ايجنتس. ايه الانجوريوس ايجنت ده؟ اللي هو مثلا كيميكال توكسين، قطع البلاد سبلاي. فبصوا كل حاجه هتتدمر. تعال نشوف كده اللي هيحصل. هيحصل دامج للميتوكوندريا، ده اساسي، ماشي. هيحصل دامج لمينها؟ للميتوكوندريا الموجوده دي. بص انا تعالى بس اشرح الاول وبعدين هنقرا مع بعض نشوف الكلام عامل ازاي. هيحصل دامج لمين؟ للميتوكوندريا، تمام. ايه كمان البتاع دي اسمها ايه؟ اسمها اندوبلازميك ريتيكولوم اللي هي بره دي الزرقاء دي. هيحصل لها ايه؟ دامج هي كمان، خلاص هتتدمر. وبعدين مين دول؟ اسمهم لايسوزومز. هينفجر اللايسوزومز دول ويطلع الانزيمات المحلله من جوه الايه اللايسوزومز، يعملوا ايه؟ يبقى يهدموا البروتين الموجود بتاعها ده، يعني الخلايا تهدم نفسها. فاكرين ده كان اسمه ايه؟ اوتوليسيز، ماشي. كل ده انا بتكلم على تغيرات في السيتوبلازم، لسه النواه طبعا دي حاجه رئيسيه النواه هتتكلم عنها. يبقى تاني كده ايه اللي حصل في السيتوبلازم، ماشي. قلنا ها حصل دامج لمين؟ واحد الميتوكوندري اهي، اتنين دامج لمين كمان؟ للاندوبلازميك ريتيكولوم. تلاتة مين اللي هينفجر؟ اللايسوزومز، هيطلع منها الانزيمات المحلله وتروح مكسره مين او مدمره مين؟ السيل ممبرين ده، ماشي. طبعا الانزيمات اللي هتطلع دي، ماشي، هتروح مدمره لمين بره هنا؟ السيل ايه ممبرين. طبعا بعد ما يتدمر السيل ممبرين ده ويتكسر كده هيبدا الكالسيوم يخش جوه الايه الخليه بكميات كبيره جدا، ماشي. الكالسيوم لما يدخل جوه بيبدا ايه يبوظ البروتينات بتاعت مين الخليه، يعمل حاجه اسمها denaturation of ايه of proteins، ماشي. طيب وبعدين بعد ما دخل الايه الكالسيوم بالمنظر ده بيحصل الفساد بتاع البروتين. عشان كده بيقول لك ايه في بعد النكروز بحوالي 6 ساعات بيحصل حاجه. ايه هي؟ بتقول لك بتلاقي الخليه بقت عامله كده، بصوا، منفوخه، سوولن، ماشي. لسه طبعا شوف ان هو بيحصل فيها ايه، وفي فاكيولز في قلب الايه السيتوبلازم كده. وبيقول لك والسيتوبلازم بيبقى ديبلي اسيدوفيليك، لونه زي محمر قوي، ماشي. يعني بتقول لك السيتوبلازم، بص يعني دي نورمال سيل اهي بالمنظر ده كده، دي لما ماتت الخليه. شوف كانت هنا ده النورمال سايز بتاعها، شوف بقى هنا عامله ازاي، ضخمه ازاي. السيتوبلازم بقى عامل ازاي؟ محمر قوي، بعد ما كان ايه باهت شويه كده بقى احمر قوي. ليه بالمنظر ده كده؟ يعني بيقول لك ايه، بيبقى ديبلي ستيند ويز ايوسين او ديبلي اسيدوفيليك، ماشي. وحاجه ثانيه هوموجينوس، يعني هوموجينوس مفيش فيه كله زي بعضه، زي يكون ممسوح كده، التفاصيل كلها اللي كانت جوه دي اختفت، ماشي. لا عاد في بقى ميتوكوندريا ولا لايسوزومز ولا اي حاجه، بيقول لك هوموجينوس ممسوح كله كده على بعضه، ماشي. وديبلي ايه؟ ليه بقى ديبلي اسيدوفيليك كده؟ بيقول عشان السيتوبلازم او البروتينات عموما بتاع السيتوبلازم لما يحصلها ديناتوريشن بتاخد بتعمل بايندنج اكتر مع الايه؟ مع اليوسين، ستيند اكتر باليوسين، فبتدي لون احمر اكتر. الديناتوريتد بروتينز ديت ستيند ديبلي ويز ايه؟ ويز ايوسين. حاجه ثانيه الرايبوسومز اللي هم موجودين دول فين؟ اللي هم النقطه الصغيره دي. الرايبوسومز دول بيزوفيليك، ماشي. فلما بيختفي الرايبوزومز ويتدمروا بتقل البيزوفيليا، تبقى السيتوبلازم اسيدوفيليك، ماشي. بيحصل لوس اوف رايبوزومز فبيبقى السيتوبلازم مور اسيدوفيليك، او بتقل البيزوفيليا فيحصل العكس. يبقى تاني يا جماعه، معلش عشان ما نتوهش من بعض، واحده واحده كده. هي السيتوبلازميك
changes اللي بتحصل في النكروزس. ما هي السيتوبلازميك changes in necrosis؟ واحد، اول حاجه حصل دامج لمين؟ ها، للاندوبلازميك ريتيكولوم بالريبوزومز اللي عليه. اتنين، دامج للميتوكوندريا، ماشي، ما عادش فيه اي تي بي، وخلي بالك ما عادش فيه اي تي بي، الميه هتخش جوه الخليه بكميات كبيره فاكيولز وتتنفخ، ماشي، خلي بالكم دي كويس. تلاتة، اللايسوزومز هتفرقع، ماشي، يبقى عندك دامج للميتوكوندريا، دامج للاندوبلازميك ريتيكولوم والريبوزومز، ماشي. تلاتة، انفجار لمينها؟ لللايسوزومز. اللايسوزومز هيطلع منهم انزيمات محللة تكسر مين وتبوظ مين؟ السيل ممبرين. هيتكسر السيل ممبرين، هيدخل الكالسيوم بكميات كبيرة، هيدخل الكالسيوم بكميات كبيرة يبوظ البروتينات بتاعت مين؟ الخلية. يعمل حاجة اسمها denaturation of proteins. في خلال 6 ساعات بعد النيكروزس بتلاقي الايه؟ السيتوبلازم اتنفخ، الخلية اتنفخت، ماشي، swollen وفيها vacuoles جوه الايه؟ السيتوبلازم، ماشي. وبعدين السيتوبلازم هوموجينوس، ما فيهوش اي تفاصيل خلاص، ما عادش موجوده، وديبلي اسيدوفيلك، احمر قوي، ماشي. ليه ديبلي اسيدوفيلك يا اخوانا؟ ليه السيتوبلازم بعد النكروزس او بيحصل نكروزس بيبقى ديبلي اسيدوفيلك؟ عشان ايه؟ عشان حاجتين. الحاجتين دول ان البروتين المتحلل ده، ماشي، لما طلعت لايسوزومز وحللت البروتينات الموجوده دي كلها انفجرت، ماشي، بيبقى بياخد ستين اكتر، بياخد ديبلي اسيدوفيلك او بيستين اكتر بمينها؟ بالايزوين، بالايوسين. حاجه تانية، قلنا الريبوزومز الموجودين دول لو تفتكروا احنا دي كلها اسمها ايه؟ اندوبلازم ريتيكولوم. الريبوزومز دول بيزوفيلك، صح مش كده؟ تمام. البيزوفيلك ريبوزومز دول لما بيتدمروا بتقل البيزوفيليا، فيحصل العكس، اسيدوفيليا، تمام، او اسيدوفيلك ايه؟ سيتوبلازم. كل دي اسمها سيتوبلازميك ايه؟ تشينجز. طيب تعالوا كده نقرا مع بعض الكلام الايه الموجود عندنا. بص معايا، نبدا الاول كده التغيرات اللي بتحصل، المورفولوجيك ايفيدنس اوف نيكروزس، ماشي. تعال نشوف مع بعض كده المكتوب. اول حاجه سيتوبلازميك تشينجز. واحد، سويلنج اند فاكيولايزيشن. ليه بقى؟ بصوا هنا، واحد، رابشر اوف ميتوكوندريا، هيقل منها الاي تي بي، الاي تي بي هيقل، الصوديوم بوتاسيوم بامب خلاص وقفت، الصوديوم يخش ومعاه ميه يملى الخليه، ادي واحد. رابشر اوف اندوبلازميك ريتيكولوم، ما عادش فيه ريبوزومز، خلصوا، اسيدوفيلك، خلي بالكم. انجري تو ذا لايسوزومال ممبرين، اللايسوزومز هينفجروا، يحصل فيهم ايه بقى؟ فولود باي ليكج اللي هيتسرب اوف اتس دايجستيف ايه؟ انزيمز اللي جوه اللايسوزومز، يعمل حاجه اسمها اوتوليسيس، الخليه بتهضم نفسها. اند اكستنسيف دامج تو ذا سيل ممبرين، السيل ممبرين هيتكسر اهو. طب السيل ممبرين اتكسر يحصل ايه؟ ها، انكريز كالسيوم انفلكس، هيخش كالسيوم بكميات كبيره جوه الايه؟ الخليه. هيعمل ايه بقى؟ ها، ديناتوريشن اوف سيتوبلازميك بروتينز، لما الكالسيوم دخل جوه الخليه حصل ايه؟ ها، ديناتوريشن او تحور فين؟ في سيتوبلازميك ايه؟ بروتينز دول، بتفسد هذه البروتينات. بعد كده عشان كده بيقول لك 6 ساعات بعد النكروزس، 6 اورز افتر نكروز، اللي بيحصل ذا سيتوبلازم بيكام مور فاكيوليتد، في ميه، وسولن، منفوخ، وهوموجينس، ما عادش فيه تفاصيل موجوده فيه، لا ميتوكوندريا ولا غيره، كله ممسوح، ماشي، وشكل بعضه. اند ديبلي اسيدوفيلك، يعني بيدي لون بينك مع مينها؟ مع الايوسين. ليه بقى؟ اشمعنى؟ از ان الديناتوريتد سيتوبلازميك بروتينز، ماشي، بايند مور وذ ايوسين. حاجه ثانيه، اللوس اوف رايبوزومز، فاكرين، بيقلل السيتوبلازميك ايه؟ ها، بيزوفيليا. ده بالنسبه لايه؟ لاول حاجه اللي اسمها سيتوبلازميك ايه؟ تشينجز. اللي بعد السيتوبلازم طبعا النواه، لازم تقول لي بقى ايه النيوكليار تشينجز اللي بتحصل فين؟ في النيكروز. بص معايا، طيب دلوقتي عايزين نعرف بقى ايه هي النيوكليار تشينجز، نيوكليار تشينجز النيكروزس. اول حاجه بصوا، النيوكليوس بيحصل لها ايه؟ اول تغير بيحصل بتكرمش كده، شو ما ضربت شرينكج، يعني بتكش يعني، تمام، وتيجي كده في جنب الايه؟ الخليه، وتبقى ديبلي ستيند، بعد ما كانت لونها مزرقه فاتح كده بقت غامقه قوي، ماشي، وتيجي في جنب الخليه كده، بيسموا العمليه دي بيكنوزس، بيكنوزس. طيب الخطوه اللي بعد كده، تبدا النواه الصغيره دي اللي كش دي تتفرفت، بص المنظر عامل ازاي، فراجمنتيشن، او تبقى قطع صغيره كده، يعني ايه؟ النيوكليوس بتتكسر الى قطع اصغر اسمها كاريوريسس، ماشي، ما حدش يقول لي كاريوهكسس، اسمها كاريوريسس. ايه كاريوريسس؟ فراجمنتيشن اوف ايه؟ اوف نيوكليوس.
طب بعد كده بيحصل ايه؟ قال لك انها بتختفي خالص بقى، يعني الكتل الصغيره دي كده دي كلها بتروح فين؟ خلاص ما عادتش ايه؟ ما عادتش موجوده خالص، ديزولف كامل. طب ساعات عمليه بقى انها بتدوب خالص دي وبتختفي اسمها كاريولايسس. كاريولايسس اتحللت خلاص. طيب دلوقتي يبقى الترتيب كده، اول حاجه حصلت في النواه كشت اسمها بيكنوزس، بعد كده اتفرفتت كتل صغيره كاريوريسس، بعد كده الكتل الصغيره دي اختفت خالص ودابت اسمها كاريولايسس ماشي، او كاريوليسس ماشي، كاريولايسس اسمها كده. طيب وبعدين بيقول لك بقى بص، ممكن تبقى كاريوليسس على طول من بدايه، يعني ايه؟ ويعني الطبيعي انها تبقى بيكنوزس وبعدين كاريوليسس وبعدين كاريولايسس او كاريوليسس ماشي كلام. ايه اللي بيحصل بقى؟ ممكن تبدا على دي على طول، يعني لو الساب النكروز ده عنيف جدا ماشي، النواه من النورمال تدوب على طول خلاص اختفي مره واحده، اسمها هنا كاريوليسس وذاوت بيكنوتيك تشينجز اللي هي دي. طب تعال كده نقرا مع بعض نشوف هو بيقول ايه. بص التغيرات بتاعت النواه بيقول لك نيوكلير تشينجز ار ذا بيست ايفيدنس اوف سيل نيكروز، يعني خلاص النواه بتتدمر كده دي نيكروزز، عشان ده الفرق المهم جدا بينها وبين الايه؟ بين الديجنريشن. ان كان في الديجنريشن النيوكليس نورمال صح كده، هنا في النيكروزز اللي بتاثر النواه، فالنيوكلير تشينج هنا هي افضل واحسن دليل على ان بيحصل هنا ايه؟ نيكروز. تمام، ايه بقى اللي بيحصل؟ قلنا بيك نوزز، واحد النواه بتبقى كورس يعني خشنه شويه كده او ايه مش ناعمه الريجولر كده ماشي، وشرانكن بتكش، ودنس نيوكليوس بتبقى ايه ديبلي ستيند ماشي لونها غامق قوي. حاجه تانية كاريوريسس ذا بيكنوتيك نيوكليوس اللي فوق دي مالها بتتكسر بريك اب انتو نيومرس سمول بيزوفيليك بارتكلز، يعني بتتكسر لكتل ايه صغيره جدا. وان الخطوه اللي بعد كده انها بتدوب خالص اسمها كاريولايسس ماشي. ان رابيد نيكروزس ذا نيوكلس، يعني بيقول لك ان كاريولايسس اتحللت خالص ديزولف بالكامل، بس بيقول لك في حاجه هنا ان رابيد نيكروزس في النيكروز السريعه جدا ماشي العنيفه جدا النيوكلس بيحصل لها اللايسس وذاوت بيكنوتيك ايه تشينز، يعني ما بتعديش على المراحل دي على طول، بتبقى ايه من النورمال بتدوب على طول. انما المراحل دي هي الطبيعيه بيكنوزس، مش قصدي طبيعيه انا قصدي يعني في حاله النيكروزس العاديه بيكنوزس كاريوريسس كاريولايسس. طب النيكروز سريعه جدا ها مفيش بقى دي، من النورمال الى الكاريولايس على طول ان رابيد نيكروزس النيوكليوس بتدوب وذاوت بيكنوتيك ايه تشينج او بيكنوتيك ستيج. طيب الخطوه اللي بعد كده في النيكروزس ايه هي؟ الفيت اوف نيكروزس، ما هو الفيت؟ ايه مصير النيكروزس دي يا اخوانا؟ بصوا معايا، بصوا هنا كده بيقول لك دلوقتي لو ده اورجان عندنا في الجسم اهو، وادي اورجان تاني اهو ليفر مثلا، جزء صغير من الانسجه مات ماشي، سمول اريا اوف نيكروزس، سمول اريا اوف نيكروزس ماشي، ايه اللي هيحصل؟ قال لك الجسم تطلع خليه اسمها ماكروفاج او بنسميها كده فاجوسيتك سيلز. الماكروفاج ده خلايا بتنظف الانسجه ماشي، اي اجسام غريبه بتشيلها، اي حاجه ميته بتنظفها، تطلع الماكروفاج تنظف الايه الاجسام دي كلها ماشي، الميته الخلايا الميته دي كلها، وبعدين يحصل تليف فين في المكان ده. طبعا هو الكلام كده مش مظبوط قوي، ليه؟ على حسب، ممكن بقى ايه النسيج يحصل له حاجه اسمها ريجينريشن يعوض نفسه تاني، بس يعني على كلام الموجود عندكم يقول لك ان بيطلع النسيج ده بيدوب الميت ده لو منطقه صغيره، وتطلع خلايا اسمها ايه الماكروفاج تاكل الانسجه دي الميته دي تنظفها خلاص، ويبدا حاجه اسمها يحصل حاجه اسمها فايبروزس تليف ماشي، تتملى بالالياف. ده لو سمول اريا اوف نيكروزس. طيب لو منطقه كبيره ماشي، يعني حته كبيره جدا ايه ماتت، ايه اللي بيحصل؟ قالك اللي بيحصل ان الجسم بيحوط النسيج الميت ده بالياف من بره كده، يعني في هنا في نسيج ميت جوه هنا كده في الحته دي، ده نسيج ميت، فيبدا تحاط بحاجه زي كبسول كده من بره ماشي، وبعدين يبدا الكالسيوم يترسب فيها، الكالسيوم بيترسب في نسيج ميت الفيديو اللي فات ده بنسميه ديستروفيك كالسيفيكيشن. الكالسيوم بيترسب في الانسجه اللي فيها ديجنريشن ونيكروز بالرغم من ان البلاد كالسيوم ليفل ايه نورمال. نبص على الفيديو الايه اللي فات ده مهم قوي. تاني يا جماعه،
لو small area of necrosis، لو large area of necrosis، لو small area of necrosis بيحصل لها حاجة اسمها lysis، بتدوب وتطلع خلايا اسمها ماكروفاج تاكل الايه الانسجه الميته دي، والجسم يملاها بالياف، تتملى بايه بالياف، حاجه اسمها فايبروزس. ماشي طبعا، والكلام ده ان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل في شابتر كده اسمه الريبير باذن الله. طيب بعد كده لو منطقه كبيره جدا من النيكروزس اللي بيحصل طبعا فوق مقدره الماكروفاج انها تنضف كل الكلام ده كله، فالجسم يروح محوط المنطقه دي بكردون كده، ببرواز كده من بره، ماشي، عباره عن الياف من بره خالص، ويبدا الكالسيوم يترسب في قلب الايه الانسجه الميته دي. ماشي، طب لما الكالسيوم يترسب في نسيج ميت او في ديجنريشن لو تفتكروا، ده اسمه ديستروفيك ايه، ديستروفيك كالسيفيكيشن. فتعالوا مع بعض نشوف الكلمتين دول بيقول هنا ايه. بصوا هنا بيقول لك فيت او مصير النكروزس، اف سمول اريا اوف نكروزس اندر جو لايسيس، بتدوب ماشي، وبعدين بتطلع خلايا اسمها فاجوسايتس، ماشي، او ماكروفاج، بتعمل حاجه اسمها فاجوسايتوزس، تلتهم النسيج الميت ده، والجسم يملاها بحاجه اسمها ايه، الياف او فايبروزس او فايبرس تيشو. طيب لو منطقه كبيره بص بيحصل ايه، اف لارج اريا اوف نيكروزس، بتحاط بكبسول من الالياف من بره زي ما قلت من شويه، كبسوليتد باي فايبرس تيشو، ويحصل فيها حاجه اسمها ديستروفيك كالسيفيكيشن، يعني الكالسيوم بيترسب في النسيج الميت بالرغم يا جماعه من ان البلاد كالسيوم ليفل ايه نورمال. ماشي، ده بالنسبه كده ايه، ايه هي النيكروزس وايه التغير اسبابها وايه التغيرات اللي بتحصل في الانسجه اللي بيحصل فيها نيكروزس وايه مصير الايه النيكروز. احنا النهارده اتكلمنا على النيكروزس الكوز بتاعتها، اولا ايه تعريف النيكروزس الديفينيشن بتاعها، ايه الاسباب بتاعتها، ماشي، ايه التغيرات اللي بتحصل في النيكروزس في الخلايا، وبعدين ايه الفيت اوف نيكروزس. ماشي، طب السؤال دلوقتي ايه اهم تغير بيحصل في النيكروزس ده يا اخوانا، ايه اهم تغير عشان افرق من اي حاجه تانية، النواة، ماشي، النواة بتتدمر في عملية الايه النيكروزس. طيب قبل ما نختم الفيديو بتاعنا كده تعال نبص على السؤالين دول كده، في سؤال بيقول ايه، cell death is a sign of، نختار حاجة من دول، هل هو cellular adaptation، هل هو reversible cell injury، irreversible cell injury، ايه ده، general cell response to stress، ولا intracellular accumulation. طبعا ده ايه ده، irreversible cell injury، ادي برضه سؤال، يبقى cell death ده عباره عن ايه، irreversible cell injury. طب السؤال الثاني، morphologic changes in necrosis include، هل هو damage of cell membrane، كان بيحصل damage للسيل ممبرين، قلنا لما اللايسوزومز بتفرقع كان بيطلع منها الدايجستيف انزيمز دي وايه وتذوب السيل ممبرين والبروتينات اللي موجوده جوه الخليه. بكنوزس، ايوه كان بيحصل بكنوزس، اللي هي النواه بتكش كده وتيجي في ايه في الجنب كده وتبقى غامقه قوي. كاريوليسيس، كان النواه بتدوب خالص، كاريوليسيس بتتكسر فعلا. all of the above، يبقى هي الاجابه دي all of the above، كل دول ماشي، يبقى دي صح ودي صح ودي صح ودي صح، يبقى الاجابه هنا ايه all of the above. ماشي، يعني ده كان ده كده ايه السؤال، يعني سؤالين كده نفهم الدنيا ماشيه ازاي في موضوع الايه النيكروز. ان شاء الله الفيديو اللي جاي بقى هنتكلم عن حاجه اسمها تايبس اوف نيكروزس، وهنوضح بقى في لو تفتكروا حاجه اسمها الابوبتوزس بعد كده بقى اللي هو ايه، ونفرق بينها وبين الايه النيكروزس. نشكركم لحسن استماعكم، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.